برنامج صناع التاريخ. في التاريخ رجال كرام حازوا في المجد أرقى وسام، ما ضيعوا أوقاتهم سدى فكانوا أعلام هدى. صناع التاريخ برنامج يعرض لكم القصص المشرقة والمواقف المضيئة لأعلام الأمة خلال 200 سنة الأخيرة. صناع التاريخ برنامج تقدمه لكم آثار للأعمال التاريخية، ويصحبكم فيه الباحث في التاريخ عبد العزيز العويد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذا اللقاء المتجدد مع صناع التاريخ وأعلام الأمة المتأخرين وفاة، والحديث موصول وإياكم حول بعض القصص والبواقف في كراماتهم وحفظ الله لهم. مما يذكر في ذلك موقف يذكر عن الشيخ سليمان بن حمد بن عتيق الذي ولد في الأفلاج في سنة 1286 من الهجرة، وتلقى مبادئ العلوم على والده وأخويه الشيخ سعد والشيخ إسماعيل، وانتقل سنة 1316 إلى وادي الدواسر وأقام فيها مدارس التعليم، واستفاد منه الكثير من أهل البادية والحاضرة. توفي في سنة 1347 من الهجرة. قال بعض أحفاد الشيخ إسماعيل بن حمد بن عتيق رحمه الله: وقد كان له من الكرامات ما حدثتني به جدتي سارة بنت محمد بن هذاب، فتقول: أناخ على بابنا ضيوف ولم يكن بالبيت شيء، فأمرني جدك بإيقاد النار ووضع القدور عليها، ففعلت. وبعد فترة وجيزة طرق الباب طارق وكان يحمل خرجين من القمح، وبعده بقليل طرق آخر الباب فإذا معه ورك ناقة. قال: فاشتغلنا بإعداد الطعام للضيوف، فما هو إلا وقت قصير حتى تم كل شيء وتناول الضيوف الطعام. ومما يذكر أيضا من مواقف في كراماته موقف للشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله. وقد ولد الشيخ سليمان بن مصلح بن سحمان في عسير، ورحل مع والده إلى الرياض، فقرأ الشيخ سليمان على علمائها، وقد عرف بالعلم وقوة الحجة في الرد على المخالفين شعرا ونثرا. توفي في سنة 1349 من الهجرة. ومن عجائب ما روي عنه أنه لما خرجت روحه شم من جسده رائحة مسك طيبة لا يعهدون مثلها. ومن المواقف أيضا موقف للشيخ عبد العزيز بن أحمد بن حسن من علماء القرن 13، وكان إمام وخطيب جامع القصيعة من قرى بريدة فترة طويلة، وقد عرف بالعلم والصلاح والزهد والورع. لم يكن الشيخ عبد العزيز بن أحمد بن حسن رحمه الله له عمل سوى العبادة، ويأتيه رزقه بإذن الله، ويشتغل أحيانا بنخل الله. وفي ذات مرة قرب عيد الفطر وليس عنده كسوة لأولاده ولا طعام ليوم العيد، وألحت عليه امرأته تقول له: ليس عندنا عيد، يعني طعام للعيد ولا كسوة. فقال: يأتي الله برزق. فقالت: يا شيخ، الرزق يحتاج إلى سبب. فقال لها: قد تسببنا. وهي تعرف صدق الرجل فاقتنعت، تظن أنه قد أوصى أحدا بذلك، وهو قد بذل وسعه في العمل لكن الله لم يكتب له ذلك، فدعا الله بعد أن لم يجد شيئا من سبب الدنيا. وإذا قام في آخر ليلة من رمضان وهو يدعو الله، وكان أغنى رجلين في القصيم محمد الربدي في بريدة ومحمد بن بسام في عنيزة، فلما قام يصليان القيام الربدي في جامع بريدة ومحمد بن بسام في جامع عنيزة، أخذ كل واحد منهما ما يشبه النعاس، فسمع كل منهما هاتفا يقول له: أخوك الشيخ عبد العزيز بن حسن ليس عنده كسوة، لا له ولا لأولاده ولا طعام يوم العيد. هذا رجل في عنيزة ورجل في بريدة، والرجل المعني الشيخ عبد العزيز بن حسن كان في بريدة. فتكلم كل من الرجلين وهو في الصلاة وهو يقول: صحيح. فلما سلم قال لهما من بجوارهما: يا عم، إنك تكلمت وأنت في الصلاة. فكتم الأمر تلك الساعة وذهب مسرعين، فأعد ما استطاع أن يعداه من كسوة وطعام ونقود، وبعث كل منهما خادما على دابة لإيصال ذلك الشيخ. فوصل خادم بن بسام في وقت واحد عند باب الشيخ عبد العزيز بن أحمد بن حسن. وهذا لا شك أنها من الكرامات التي ساقها الله إليه.
ومما يذكر أيضا موقف للشيخ سليمان بن مقبل رحمه الله، وكان رجلا قاضيا تولى القضاء في بريدة، وقد عرف بصلاحه، وكان مع أعماله القضائية قائما بفلاحة بستانهم في المنسي. فدخل القرية ذات ليلة اللصوص ليسرقوا ما يجدونه من إبل أو بقر أو غنم أو تمر أو غير ذلك. فرأوا إبل الشيخ التي يسقي عليها نخله وزرعه، يعني نواضحه، رأوها في مراحها قبل أن يصلوا إليها، فلما قربوا منها لم يروها، وهكذا حتى مضى هزيع من الليل. فلما يأسوا من سرقتها دخلوا مسجد القرية وناموا حتى جاءت صلاة الصبح، وصلوا مع الناس، ودخلوا البستان الذي فيه الإبل التي حاولوا سرقتها، فعلموا أنها إبل الشيخ سليمان وبستانه، فجاءوا إليه وأخبروه بقصتهم، فقال: إني قد قرأت وردي على نفسي وأهلي ومالي، فتابوا على يديه جميعا. ومما يذكر من مواقف أيضا ما حكاه الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله. يقول الشيخ: دعانا بعض أهل أضرمة على وليمة مع الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله وبعض الإخوة، ويقول: فلما انتهينا من الغداء وكان بعد العصر، استأذن الشيخ سعد ونهضنا معه، وكان هذا قبل السيارات، ومعنا رواحل. فلما ظهرنا فوق إحدى العقبات في الطريق أردنا أن ننام، فقيدنا الرواحل ولم نعقلها حتى تستطيع الرأي ولا تبتعد عنا. فلما أصبحنا ذهب الذين معنا للبحث عن الرواحل، فوجدوها كلها إلا راحلة الشيخ سعد، فتفرقوا للبحث عنها. وكان الشيخ سعد في هذه الأثناء يدعو الله تعالى أن يأتيه براحلته، فأتى الذين ذهبوا للبحث عنها ولم يجدوها. قال الشيخ محمد: فأتى رجل إلينا من بعيد وهو يسوق راحلة الشيخ سعد معه حتى وصلت إلينا، وكأن الله ساقه إلينا، وكأنه يعرف بمكاننا. ومن المواقف أيضا موقف للشيخ عبد الله بن محمد بن فدة رحمه الله. يقول الشيخ علي المحمد المطلق، وهو من علماء بريدة الشيخ بن فدة، يقول: لما توفي الشيخ عبد الله بن فدة وصلي عليه في الجامع الكبير ببريدة، صادف أحد الأهالي يحمل معه لحما لضيوف عنده، ولم يعلم بوفاة الشيخ. الآن الشيخ توفي، الشيخ عبد الله بن فدة، وصلي عليه في الجامع الكبير، وكان هناك رجل مر بالسوق فاشترى لحما يريد أن يأخذه لأهله، فصادف صلاة العصر أو الظهر في إحدى الصلوات في الجامع، جامع الكبير، وإذا بها جنازة، فجاء بطعامه معه وأدخله معه في المسجد كعادة الناس قديما، وشهد الصلاة مع الناس. فلما عرف بأن الشيخ عبد الله بن فدة هو المتوفى، لحقه بجنازته إلى المقبرة واللحمة معه، وصلى عليه في المقبرة. ولما دفن الشيخ عبد الله بن فدة، عاد الرجل إلى منزله فقال لامرأته: إنني قد تأخرت باللحمة فأكثري عليها الحطب. فما كان من المرأة إلا أن فعلت ذلك، وأوقدت عليها نارا قوية، وحضر الضيوف للعشاء، وظنت المرأة أنه قد نضجت اللحمة من كثرة ما طبختها، فلما أفرغتها من قدرها وجدتها وكأنها لم تمسها النار. وعجب الرجل وأخذ اللحمة على هيئتها للضيوف معتذرا حتى لا يظن بأنه يكذب حاجة الناس في ذلك الوقت. ساعات طويلة واللحم لم ينضج أبدا. ثم ذهب هذا الرجل للشيخ عبد الله بن محمد بن سليم قاضي بريدة، وشرحه له القصة، وقال له: من العصر إلى آخر الليل واللحم لم ينضج. فقال له الشيخ: بشرك الله بالخير، إني أرجو أن الله تعالى قد حرم على الشيخ النار، وحرمها على من خرج معه من الجنازة، ومنها لحمتك هذه. من الأشياء التي تذكر أيها الإخوة أيتها الأخوات في باب حرص علمائنا على الخير من المتأخرين وفاة، عنايتهم بتربية الأبناء. ولا شك أن تربية الأبناء كان هما مشغلا لأولئك العلماء، والتوفيق والهداية من الله. وقد قال بعض العلماء قديما: للعبد ذنب لا يكفره إلا هم تربية الأبناء. لكن الإنسان لو تعاهد بنيه منذ صغرهم فإن الله يحفظهم في الكبر ويأخذ بأيديهم إلى الخير. من المواقف التي تذكر موقف للشيخ أحمد بن علي الأنصاري السندي رحمه الله. وقد ولد الشيخ أحمد بن علي بن محمد بن مراد السندي رحمه الله في سنة 1168 من الهجرة،
وهاجر مع والده إلى الحجاز واستقر بها وأخذ العلم عن والده ومشايخ الحجاز، وكان له حظ من العلم. توفي في سنة 1202 من الهجرة. كانت ولادة الشيخ أحمد بن علي الأنصاري السندي رحمه الله في 5 من شهر رجب في سنة 1168 كما هو بخط والده الشيخ محمد مراد في الجزء 4 من كتابه دفينة المطالب. وهؤلاء العلماء من علماء الأحناف الذين استقروا بالمدينة. وفي سنة ولادته، في سنة ولادة الشيخ أحمد بن علي الأنصاري، ماذا صنع أبوه الشيخ محمد مراد السندي؟ أهدى ولده أحمد بن علي الأنصاري يوم ولادته يهديه، أهداه كتابه دفينة المطالب، كتاب ألفه، فكان من أول من أهدي إليه هذا الكتاب ابنه الذي ولد حديثا في يوم ولادته، أهداه هذا الكتاب، وكتب على غلاف الجزء 3 منه: وهبته لابن الصغير غلام رسول المسمى بأحمد علي، اللهم اجعله فقيها عالما عاملا، وزد في عمره وأبيه وإخوته، اللهم آمين. وكان هذا في سنة 1168 من الهجرة. أتخيلتم الموقف معي أيها الإخوة أيتها الأخوات؟ يهدي هذا العالم كتابه الذي ألفه حديثا لابنه في يوم ولادته. على أي شيء سينشأ هذا الابن؟ سينشأ وتكبر معه هذه الهدية، فكبر والكتاب معه حتى صار بعد ذلك من كبار العلماء. ومن صور العناية بالأبناء وتربيتهم أيها الإخوة أيتها الأخوات موقف للشيخ عبد القادر خوقير رحمه الله. وقد ولد الشيخ عبد القادر بن محمد خوقير رحمه الله في مكة، وطلب العلوم على علمائها، ودرس في المسجد الحرام، وكان حنفي المذهب. توفي في اسطنبول في سنة 1303 من الهجرة. وخوقير كلمة هندية بمعنى المالك لطبيعته، ويقال إن أسرة خوقير يرجع نسبها إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهاجرت إلى الهند أيام الحجاج ثم رجعت واستقرت بمكة. رغب الشيخ عبد القادر خوقير رحمه الله في أن يكون أبناؤه وابن ابنته متمذهبين بالمذاهب الأربعة، وكان يعلمهم إياها، فخصص الشيخ وابنه صديق عبد القادر للمذهب الحنفي وصار يدرسهما، وخص ابنه محمد عارف وابنه عبد الرحمن في المذهب الحنفي، وعبد الوهاب وابن أخيه في المذهب الشافعي، وأوصى ولده الصغير وهو الثقة إذا كبر يتعلم المالكي، وأوصى ابنه عبد الوهاب ابنه محمد عارف وابنه عبد الرحمن في المذهب الحنبلي. وهذا كله يدل على التوسع في المذاهب، وأنهم يريدون في ذلك الخير لأولادهم، لا يكونوا متقيدين بمذاهب تفرق الناس، بل هو يريد أن يعلم أبناءه أن هذه التعددية المذهبية لا تضرهم في شيء. فبعض أبنائه علمهم المذهب الحنفي، وبعضهم المالكي، وبعضهم الحنبلي، وبعضهم الشافعي، كل هذا من الخيرية بمكان. من المواقف أيضا أيها الإخوة أيتها الأخوات موقف لعيسى عبد إبراهيم رحمه الله. وقد ولد الدكتور عيسى عبد إبراهيم في سنة 1318، ودرس في مدرسة التجارة العليا، ومضى إلى إنجلترا ليدرس في جامعة مانشستر. ويعتبر عيسى عبد رحمه الله رائد البنوك الإسلامية، وشارك في إنشاء بنك دبي الإسلامي عام 1975، وأسهم في إنشاء كلية الاقتصاد الإسلامي بجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، وتوفي في سنة 1400 من الهجرة. كان عيسى عبد إبراهيم رحمه الله من أسرة مسيحية أسلمت جميعها على اقتناع. يذكر أن أباه اسمه عبد إبراهيم، وأبوه هو الذي أسلم، عبد إبراهيم، عبده إبراهيم. عبد هذا لما أسلم ورزقه الله الولد بعد ذلك، ماذا سمى ولده؟ سماه عيسى، فصار عيسى عبد، ليكون ذلك شهادة تنبض بالحياة بأن عيسى عبده، أي عبد الله تعالى، وليس بولده كما يزعمون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فكان عيسى بعد ذلك من خيار هذه الأمة الذين بذلوا لها شيئا عظيما. للحديث بقية إخواني أخواتي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قدمت لكم آثار للأعمال التاريخية، برنامج صناع التاريخ
للباحث في التاريخ عبد العزيز العويد.